انا بس عايزه اقول لك ان الحلقه بتاعتك انا اتكلمت عن العقربه اللي مزعلاني. العقربه لما شافت الحلقه اتاثرت وصلحتك. اه لا 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 لا, لا دي بقى ده سبق بالنسبه لي. واعترفت بغلطها واعتذرت. هو ما يعني لسه ما قعدناش القعده اللي فيها الصلح، هي مش موجوده. بس بقى ايه يعني، طب خلينا نفهم المشاهدين. انا هخلي الاعداد يجيب لنا السؤال وهي قد ايه ساعتها. الاعداد يا ريت لو ينزلوا لنا السؤال وردها وقد ايه هي ساعتها بكت ودمعتي قوي. وكان يعني انا كنت اتمنى انه ساعتها الموضوع يخلص وانتوا فعلا تتصالحوا. الحياه فيها عقارب الساعه وفيها عقارب حقيقيين، شفتيهم كتير. العقرب اللي لدعني ده للاسف انا اللي كنت مربياه، وانا اللي كبرته، وانا اللي اكلته وشربته وطعمته، وكنت بخليه كده ينور قدامي. لا فهمينا اكتر. ما هو مش هينفع فاهم، لان زي في مثل بيقول لك ايه، طيب ولا المثل مش هينفع حتى يتقال. معقوله؟ اه والله. الوجع لسه موجود. ماما لما تتوجعي من حد كان قلبك، كان التالت بتاع هايدي وسلمى، فالوجع بيبقى صعب. معقول ممكن يبقى في جفا للدرجه دي؟ بس الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله ان قلبها حن. وكل شيء بوقته. وكويس ان هي عرفت ان الكلام ده عليها. لان انا في حياتي كلها ما ربيتش غيرها هي وولادي، ولا حنيت ولا عطفت الا عليها هي وولادي، لانها كانت بنتي يعني. فربنا يهديها يعني. وانا عاوزه اقول لها ان انت عندك ام ثانيه، انت خسرتي امك الحقيقيه بس ربنا رزقك بام ثانيه، فلما يبقى عندك ام ثانيه بتحبك زي بناتها وربتك، الام هي اللي بتربي وهي اللي بتحنن وهي اللي بتحضن وهي اللي بتدفي وهي اللي بتقف في ظهرك يوم ما هتقعي، فما تخسريهاش، عشان الحب مهما دفعنا فيه ما بنلاقيهوش. طبعا طبعا. مش هنلاقيه. ربنا يهديها ويروق لها حالها يا رب. مش طولنا يا مي. انا مش عاوزه ازعلك. بس طب هتقولي لها ايه تاني؟ لا فرحتي طيب لما كلمتك؟ هي ما كلمتنيش، هي كلمت ولادي لاخواتها، يعتبر اخواتها. ويعني انا بس مش حابه دلوقتي ان احنا نتكلم يعني. مش قادره، مش جاهزه. لا مش جاهزه. كتير 10 سنين. كتير 10 سنين بعد 2008. يعني عشان بس ماما تبقى نايمه مرتاحه في تربتها يعني، مش اكتر من كده. انا اقل من اني اسامح او ما سامحش يعني. فاكيد مسامحه ان شاء الله. تتجمعوا على خير ان شاء الله، وقلوبكم تتصافى، ووالدتك ترتاح في مكانها إن شاء لان هي الله. اكيد بتدعي لكم طبعا، واكيد حاسه بيكم وحاسه بقلوبكم، وانت قلبك طيب وقلبك كبير. ولو ما كنتيش تحبيها قوي ما كنتيش قلتي الموضوع. أكيد ما كانتش دموعك دلوقتي ماسكاها بالعافية. وما كانتش نزلت في الحلقة اللي فاتت. أكيد. فده الحب، وبيقولوا على قد المعز على قد الزعل. طبعا. على قد ما احنا بنعز على قد ما احنا بنتجرح قوي، على قد ما احنا ما بنبقاش متوقعين ولا مصدقين اللي احنا بنحبهم بيعملوا معنا كده.